السلام عليكم شباب، معكم اخوكم احمد النشيد دارك لورد وياي حمود، وهاي الحلقه الثانيه من الكومنتري او الوك ثرو الانوار للعبه الانوار. كملنا الكيس الاول، الحين الكيس الثاني، وان شاء الله في هاي الفيديو راح نحط بعد كيس ثالث اسم الكيس Armed and Dangerous. يعني احنا تشوفون شلون دينجرز احمد الحين قاعد اتعلم شلون امشي السياره. الناس طرشوا مسج كانوا يتنزل علي يعني عشان تمشي السياره بالانالوج ستيك، ار1 عشان تمشي السياره، لا ار2 تمشي السياره، ار1 علشان الهاند بريك. فكانت في مشكله شويه في الهاند بريك عندي، ابي اقحص او بس مشكله مثل ما تشوفون. الحين بنحصل اتصال في السياره يقول لنا ان في قضيه، ونجاوب على الاتصال نقول لهم احنا جايين في الطريق. بس مدام احمد يمشي السياره ما لازم يتاخر شوي، يعني نتاخر يعني. ف احمد يمشي في الصج كذي يعني لا ماشي احسن من شيء على الاقل. صج دخلت في ليتين كسرت سياره، بس يعني عادي ماشي تصيحك هني يعني قاعد اعيد الذكريات الاليمه ويا السياره مثل ما لازم يلف على كل شيء واحد. شوف ما الشيء قاعد يسوي كان احمد رجع على بس الشارع كامل شفتوني ايش قد يعني كانت سهله المشي شلون عشان تطلعوا علي قلنا لا تمشي سياره ثانيه هاي ترى ربعي تلخو يقول لك لا تمشي السيارة انت شطت السلاح كل شيء غلط سويته في البداية. الحين قاعد اخذ السلاح، قاعد افتحس اكس تاخذ السلاح. اوكي طبعا ما انصحكم في هاي السلاح الشات جان، هاي مو شات جان، هاي الرايفل اعتقد. لا شات جان لان الرايفل والشات جان نفس الشيء. شوف شلون شات جان شات جان مدام هاي طلع شفت دز رفيقي قاعد يمشي وياه. هاي المشن لازم تقبضون على الحراميه اللي يسرقون البنك مثل ما تشوفون. تمشي بالعادات R1 عشان تاخذ كفر وتحرك باللفت انالوج علشان تطلع تتم في الكفر ويا الرايت انالوج، ويا R1 راح يتحرك من الكفر يروح لكفر ثاني، تضرب دائرة أو أي حبة ثانية وتقدر تطلع من الكفر. مثل ما تشوفون أول ما تطلعوا من الكفر تضربون حبة الأيم، خلاص راح يأيم مباشرة راح يأشر على الشخص اللي قاعد يطلق عليك رصاص. الأيمينج صعب في اللعبة، الأيمينج سهل بس ما أنصحكم تستخدمون الشاتجن، أنا أستخدم البستل أحسن من الشاتجن. من بعيد من الشاتجن مثل ما تشوفون هاي المشن الثاني، وكل ما لها اللعبه تصير اصعب، بس الحين قاعدين يعلمونك شلون تطلق الرصاص. اول مش تطلق فيه صح؟ ففي هاي المشن يعني قاعدين يعلمونا شلون نستخدم البستل او الشوت جان، الكفر شلون تدعم سيارات ترجع ريوز تدعم في البنايه. عقب شوي بتشوفونا بنضرب ستارت وشغل سبتايتل. بين كل فترة وفترة راح يرجع المحقق ديكر أيام الجيش أيام الحرب العالمية الثانية في اليابان، ومثل ما تشوفون الحين قاعد يتكلم يقول لأن بتشوفون أهلهم بتصير فترة زيارة بيرتاحون من الحرب وشي. بس اللي نشتغل وياهم في الجيش لازم تحصل ضابط يعني ما يعطيك يعني يحاول عملك بنداله مثل ما نقول يتنذل عليك بالبحريني يتنذل يعني قاعد يتحقر عليك يصير حقيقي فالحين قاعدين يتكلمون ويا بعض قاعدين يسولفون في السالفه مثل ما تسمعون. يعني احنا بنحط في الفيديو اللي طاف احنا نسينا نحط الصوت، لان سيدي سويت رندر عشان ارفع عليكم اول ما سوينا الكومنتري، فصارت مثل ما تقولون مشكله في الصوت. الحين لودينج لا العاب روك ستار اللودينج فيها هي 5 ساعات مو طويل. هاي المشن الثالث وونس Outstanding. في هاي المشن ما اتذكر بالضبط الحين المشن اعتقد راح تلحق واحد
الحين يعلمونا شلون نسوي تلحق واحد تصيده. في عدة طرق عشان تصيد الناس إذا بتركض وراهم. تقدر تطلق بالرصاص عشان لازم يكون هو قدامك سيدة وتأشر عليه لما في تايمر ينترس التايمر مثل ما تقول مثل الايمينج او تطلع دائرة تفتر. الحين بتشوفون يعني تشوفونها احسن ما نشرح عليكم. R2 علشان تركض مثل ما تشوفون R2 ويا انالوج وتقدر تنط فوق الاوبستكل بدون ما بس بالR2 ما دام انت مجود الR2 في الحالات الطبيعية X عشان تنط بس هني مو تركض راح اي شيء قدام راح تركض فوق او يسرع مثل ما تشوفون الحين في شيء تعلمته شلون تلف على الدرج شلون تركب الدرج طبعا هذاك شرعت بس انك تزيد جعر ثانية انا بسوي اشياء غبية في بداية اللعبة ف مرتين لازم تسوي عشان تخلص المشن عشان تكمل لا تتأكد مرة ثانية اوكي ترى بس شباب تضربون سهم فوق ما يحتاج يا زعم تفرون تحاسبون لان نفس الصيد وهو ينتظرنا ما شاء الله عليه طيب محترم إيه على ايه ده يركب الدرج وانت تركبون وراه مباشره يقدر يضربكم ويطيحكم ويهرب عنكم فانا عشان يعني اذا ما تقدرون تطلقون عليه مثل ما تشوفون الحين بشغل السبتايتل علشان ما يضربكم ويتباعد عنكم حاولوا تخلون مسافه اذا بتركبون في محل فمثل ما تشوف كل شيء غلط هاي ووك ثرو مفروض شلون نسوي غلط المشن ونسويها لكن انت بتسوي صح سوي عكس اللي انا قاعد اسوي الحين هاي صح النطه هاي صح انا توقعت لان سويت شيء غلط بعد يعني لازم تتعرف هني علشان تتعرف وياه مثل ما قلنا لكم في تروفي علشان ما يطيح الكابوس مالك وانت تتهاوش نسوي ان شاء الله فيديو براويكم اياه اذا جوتونا بمثلث تقدرون تضربون اكس او دائره مربع علشان تسوي حمايه اذا جوتها وتطيحها بالاكس اول ما تطيحها بيقوم تقدر تضربها لانه بيكون دايخ شوي علشان تتباعد عنه تضرب R2 وانت مجاور على L2 اضغط مربع علشان مثل ما تشوفون تسوي دوج والاكس علشان تعطي خطافية شمالية يسارية يمينية صدنا قاعد نشوف المشنز اول شيء في البداية مشنز سهلين عشان علمونك شلون تسوي الاشياء احنا كل ما راح نحاول نشرح لكم كل شيء بالتفصيل والقصة علشان الناس اللي قالوا لنا في صعوبة في اللغة وفي الاشياء اللي صايرة راح نحاول نشرح لكم بالضبط كل شيء صاير في القصة مثل ما قلت لكم اللعبة فيها اشياء واجد يجمعونها من هالجرايد راح تشوفون واحنا نجمع الجرايد ان شاء الله نسوي جايد علشان كل الجرايد علشان اماكن الجرايد اماكن والموفي ريلز اسطوانات التشغيل الافلام القديمة ويقول لك ترى الموفي ريلز عليهم اسامي افلام اللعبة اتذكرت في شيء ما قلنا لحد الحين المشنز لتحت 18 سنة في مشنز شباب يعني للي عمرهم 13 سنة وفوق يعني إذا بتلعبونها ويا وعندكم أخوانكم صغار أو شيء لا تلعبون وياهم من المشنز الخامس ورايح يعني الحين إحنا في المشن الثالث والحين بين الخيار الرابع المشنز طبيعيين وما فيها هاي الأشياء بس الخامس وهاي راح تشوفون لأن فيها يعني كلمات فيها يعني مقاطع احنا راح نحط الفيديو بس المقاطع ما راح نحطها يعني وقت اللي نشيك يعني نجرب نشوف شلون تسوي المشن بس يعني راح نتكلم وين تحصلون الاثار وكل شيء مال الجريمه بس ما راح نحط مقاطع علشان ما نخدش حياه اي احد اتمنى ان الفيديو عجبكم كان وياكم اخوكم احمد نشيد الدكلوف حمود وهاي كان ثاني ووك ثرو لنا وتضرب الثالث ومع السلامة.